عبد الحميد خبير الادله الجنائيه. ستلو اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، وانا اشكرك على اثاره هذا الموضوع، وبستاذن حضرتك وبستاذن الاعداد استاذ سامي عبد الراضي ان انا اجي لك بكره من اسكندريه اناظر المحامي وهذا الشخص الذي يحس على هذه الجريمه. ما يذاع الان من الاخ الضيف ومحاميه تم في احكام النقد تحسين وتجميل جنايات تعاطي المخدرات والاتجار فيها لدى العامه، وحث المواطنين على عدم المثول للقانون. القانون مكافحة الاتجار في المخدرات او تعطيها واضح وصريح، بالنسبة للمدمن لا يحاكم ولكنه يعالج، اما من يعطي المخدرات حتى بدون اجر او للاستضافة او تهيئة المكان حتى لو اعطاه على سبيل الهدية بدون مقابل ويعاقب بالجنايات ما يثار الهان. ارجوك انا لو استطعت اجيلك باسكندرية دلوقتي اجيلك واعرف اظبطهم كويس، وهذا الضيف لو حللت له هيطلع فيه النتيجه ايجابيه. هذا الانسان هو لا ينكر، يعني هو الراجل هكمل لحضرتك وارجو ما حدش يقاطعني، هكمل لحضرتك وارجو ان حدش يقاطعني. كما قال زميل حضرتك، المواد المخدره مدرجه بجدول المخدرات جدول 1 و2 و3، هم حوالي 170 صنفا سواء كانت مخدرات طبيعية أو تخليقية أو ما كان ذلك. إسرائيل لما حبت تحاربنا ما حاربتناش بعد كده بالسلاح، حاربتنا بالمخدرات والهروين والتخليقية. وبيوتا كثيرا في مصر خربت بسبب مخدرات. لا تقارني بالخارج، هناك الحريات المفتوحة بلا حدود، ولكن حتى لو أتت على صحة الإنسان، إذا كنت تريد أن تدمر الأمن القومي المصري فسيدمر بالمواد المخدرة. هذا الإنسان أتحدى أن يواجهني باكر قدامك. أنا متفق. هو محامي يا فندم. وأنني هي الفكرة كلها أن لجنة الإصلاح التشريعي هي اللي صدرت وصرحت في الجرائد وقالت إحنا بندرس مدى تقنين جوهر الحشيش. الكلام ده صدر في الجرائد بعيد عن الربط. احنا بنتكلم لا ده بعديها يا فندم. ده هي لجنه الجرايد نزلت في المصري اليوم. لجنه اصلاح تشريعي ولا تدمير تشريعي؟ هي بتدرس. هي ايه المشكله ان احنا نبدا نشوف الفكره؟ ارجو عدم المقاطعه. انا بتكلم من الشارع. اذا كان عنده الجراءه فيواجهني بكره على الهواء مباشره، اذا كان لديه سند فليقدمه. اتحداه هذا الامر. انا هبلغ مكتب السيد وزير الداخليه فورا. هذا الامر تلبس بالجريمه، حث على المواطنين وتحسين الجنايه امامهم. هذا الحث معاقب عليه قضائيا، وهناك احكام نقض اقولها لحضرتك دلوقتي. كان هناك تاجرا مخدرات مفرج عنه من طب هل سياده اللواء، هل الكبسه اللي هتيجي هتاخد لكل اللي في القعده ولا لا هتاخده هو بس؟ انت على راس من فوق. انت الله يخليك. النهارده اظهرت البواطن، اظهرت خفايا الجريمه، المجرم يخفي. هذا الامر موجود في احكام نقض. كان هناك تاجرا كبيرا مفرج عنه من السجون، عملوا له فرح في المنطقه وجابوا مطرب شعبي يمجد في تاجر المخدرات، فحكم عليه القاضي بنفس العقوبة على المطرب الشعبي. هذا الأمر مرفوض. بتوجه سيادة اللواء، بتوجه ليك بالشكر.